السيدات والسادة، يسعدني الترحيب بكم في هذا الفضاء الجميل متنزه الحسن الثاني لافتتاح مهرجان الشعر الإفريقي في إدارة ثلاث تدريبات كعاصمة للثقافة الإفريقية تحت الرعاية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما تعلمون حضرات السيدات والسادة، فإن جلالة الملك حفظه الله يولي عناية خاصة للفن بمختلف أنواعه، كما أن إفريقيا تشكل أولوية من أولويات السياسة الخارجية للمملكة المغربية بقيادة جلالته. شكرا على وجودكم معنا اليوم. كيف ما قلت للزملاء والإخوان ديالكم، أعتقد بأن يعني دور الصحافة مهمة جدا باش نعرفوا بالثقافة وخاصة بالشعر اللي ما عندوش مجالات كثيرة باش يعرف على راسه على الإنشاءات أو الأعمال اللي كيقوم بها. وبالطبع كيف ما كتعرفوا الرباط عرفت مجموعة ديال الاحتفالات منذ سنة دابا تقريبا كعاصمة للثقافة الإفريقية، وسيدنا الله ينصرو يعني كرباط كعاصمة للمملكة عطاها كذلك مجموعة ديال المكانات اللي كاينة اللي كتعرفوا اليوم الرباط هذا الوجود الثقافي القوي. وبالطبع اليوم نحتفل بالشعر الوطني بالشعر الإفريقي، والشعر هو واحد المجال اللي مهم جدا لأنه عبر التاريخ عبر التاريخ المملكة أو تاريخ القارة الإفريقية إلا هو كان واحد المجال الوحيد أولا للتعبير في السابق. اليوم كاين الأغنية، كاين مجموعة ديال المجالات الأخرى، لكن الشعر كان واحد المجال للتعبير على مواقف على آراء على أفكار. فلهذا اليوم مع شركائنا بغينا يعني نحتفلوا بالشعر الإفريقي كمجال اللي مازال يقدروا نقويه، ومازال عنده واحد الدور اللي يقدروا يلعبوه لا على الصعيد الوطني لا على الصعيد الإفريقي، وعبر الشعر الإفريقي الدور اللي يقدروا يلعبوه على الصعيد الدولي يعني في المجال ديال الدبلوماسية الثقافية اللي بالطبع المغرب كيف ما كتعرف كيعطيوها أهمية خاصة في المجال ديال التراث المادي أو الغير مادي. Et je suis venu au Maroc pour prendre donc le Grand Prix de la poésie africaine qui m'a été attribué par la maison de la poésie au Maroc. Donc je suis très heureux d'être au Maroc parce que le Maroc c'est ma seconde patrie. Et je suis heureux également que le Maroc ait inscrit la culture et les arts au début et à la fin de tout développement. Voilà ce que je voulais vous dire. تقريبا منذ سنة والاحتفالات تجري هنا في مدينة الرباط لتأكيد البعد الإفريقي لهذه المدينة ولبلدنا. لم يكن من الممكن أن يكون الشعر غائبا عن هذه الاحتفالات، إذن اليوم نعطي الانطلاقة لهذه الدورة الأولى التي نريدها أن تكون دورة مستمرة في الزمان وفي المكان ومن حيث الفعاليات. دورة هذه السنة تتميز من جهة بتسليم الجائزة الكبرى للشعر الإفريقي التي فاز بها الشاعر السنغالي أمادو لامين سال، وهي جائزة ثانية يضيفها بيت الشعر في المغرب للجائزة التي أحدثها منذ سنة 2002، أعني بذلك جائزة الأرجان العالمية للشعر. ونتطلع كل سنة أن تحمل هذه الجائزة اسم شخصية ثقافية أو شعرية من إفريقيا، وهذه السنة الدورة تحمل اسم الشاعر الكبير ليوبولد سيدار سانغو. الشعراء المشاركون جاءونا من عدد من دول إفريقيا، وجميعهم من كبار الشعراء المكرسون المترجمون إلى عدد من اللغات، ولديهم عدد كبير من الإصدارات الشعرية من موريتانيا، من السودان، من تشاد، من مالي، من الكاميرون، من بوركينا فاسو والكوت ديفوار وكينيا. ونتطلع أن تشكل هذه الثلاث أيام لحظة التواصل والحوار والتفاعل ما بين المغاربة وما بين نظرائهم الأفارقة، وتعزيز صلة التواصل بينهم كأفراد ولكن بينهم كذلك مؤسسات شعرية تتدارك ربما الفراغ الذي عشناه لسنوات طويلة في مثل هذه العلاقات.